استعداد مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء. رفعت الراية، استعداد الانطلاقة، فتحت البوابات على بركة الله في أولى أشواط هذه الأمسية. جميع الدرجات التي لم تربح إنتاج السعودية عمر 4 إلى 5 سنوات على جائزة فهد بن علي المعشوق من أهل الرياض، وقيمة الجائزة 80,000 ريال على مسافة 1650 مترا، تندفع 18 جوادا تصارع لتسجل أولى الانتصارات في سجلها السباقي. بنت المترفة في المرتبة الأولى، وأيضا ماجو من ناس الفحل دكتور نعمات مع مقرن ضبيب يأتي في المرتبة الثانية، وأيضا محمد الحبيب شاهده يأتي مع محتم في المرتبة الثالثة، والتقدم أيضا من قبل أهنيك مع علي المتعب في المرتبة الرابعة، يحمل رقم 13. هل تواصل بنت المترفة الصدارة إلى المركز الأول؟ وأيضا ماجو يأتي في المرتبة الثانية، وأيضا التقدم من قبل دواشة مع مهد الحبيل، تتقدم شيئا فشيئا نحو الصدارة إلى المرتبة الرابعة والخامسة. أمتاج تأتي مع راموس في المرتبة السادسة. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، مراحل الحسم تقترب للجياد والأفراس التي لم تربح، لا تزال بنت المترفة تتزعم الطليعة، بينما محمد الحبيب يأتي رويدا رويدا مع محتم في المرتبة الثانية. هل يغادر هذه الفئة فئة الجياد التي لم تربح؟ يأتي محتم بقوة إلى المركز الأول، محتم وراعي العز، وأيضا أمتج بقوة إلى المرتبة الثانية والثالثة، والتقدم من بقية الأسماء للظفر بنتيجة هذا الشوط. أمتاج راموس يدفعها أولا، راموس يأتي بقوة إلى خط النهاية مع أمتاج وهنيك في المرتبة الثانية ومحبوبة عالية في المركز.